كذلك بالنسبه للتعليم الخصوصي غنديروا نفس الشيء. غادي تسقفوا اسعار ديال المدارس الخاصه او غادي تضبطوها؟ ماشي غنضبطوها، نفسروا علاش. بحال دابا عندنا الكرا، ياك الكرا مضبوط، اي انه ما يمكنش تزيد في الكرا الا 10% كل 3 سنوات، وبالتالي بغينا نديروا نفس الشيء بالنسبه للمدارس الخصوصيه. الواحد غيدخل المدرسه الخصوصيه، لان المشكل اللي كاين هو تيدخل الواحد وليداته في المدرسه الخصوصيه، لا غدا تيبقاو يزيدوا عليه وما يمكنش، صعيب تزولوا، وبالتالي تترجع انت راهين ديال هذيك المدرسه وتيبقاو يزيدوا عليك اللي بغاو. اليوم ما تقولش كل شيء باش عاوتاني ما نعممش، ولكن اليوم حنا بغينا يكون واحد الوضوح.